بصح البارح برك كانت تهضر معايا. إيه ما منام هم وعدهم منام كاين منامات كاين منهم. لقلق لقلق انت صح تهضر ولا غير منام برك؟ ايه نهضر. بابخ يا لطيف يا لطيف. نخلق هذا انت؟ ايه نخلق. البارح قلت لي بلي باش نكون ملسطح لازم نحي شعره من القبائل وشعره من الاسلاميين صح؟ كاينه صح. حنايا عندنا برك بعبيده هو الاسلامي برك ونحي له شعره من اللحيه ولا من شعر؟ من الابط. من الابط روح انت نحيها من الابط. هادو كاع ساهلين المهمه الصعبه تتنحي شعره لشخصيه مهمه جدا. شكون هاي الشخصيه هذه؟ نخلق نخلق هذه خلينا انت تروحي وتجي كيما تحبي انت. كيف راح ندير انا درك شكون هاد الشخصيه؟ شكون وباندي انا درك كيف راح نحلو شعره من الابط؟ هذا على راسه ضمن السطح انا على راني هبلوني ولا كيفاه؟ دوك اللي وجعوا راسو يصدم لي لهنا ولا كيفاه؟ شوف بحلطو هاد السيد جاي يعلمنا الاحتراف يا باسكو انا وياك صحفيين فاشلين حنايا حميه حنايا سي با فري. جمهور كريم صحيتو صح فطوركم وصح رمضانكم ايوا المتقشي فولي مرانا صايمين 10 ايام سمحوا لي راني شويه مدبرس لانه راهو جاي اليوم الوزير تاعنا الوزير اللي يحكم فينا ولا المعلم تاعنا وزير الاشهار كما يسموه. اطلع اهبط اطلع اهبط اطلع اهبط يحكي معاك معاك شومبيط الاتصال والاشهار حميد الاخضر ومتاريخ اليوم تعيطوا لي جريس باللغه الانجليزيه لاني كومبلكسي. الحد اسمح لي وقنا اخضر بلوك لي يعيطوا له جرين بلع. اليوم جيت نعلمكم الاحترافيه ونعلمكم الصحافه. اسمع شيخ احترم نفسك راك تهضر مع صحفي متمكن ومثقف ويفهم السياسه. بلع ما نسحق صحفي مثقف نسحق صحفي نقال صحفي مثلا فيروني صحفي حابس صحفي بلوكي. نقال يا شيخ كوبيه مش قلت لنا ما نخش لا فريسه من ولا بدلتوا لا فريسيون. بلع اقعد اطلع اهبط ولي دور ولي ملا دوك نوريكم الصحفي نوريكم المرونه اقعد اقعد نوريكم كيف الصحفي نعلمكم الاحترام اليوم. هذا هو الاحترام سي جريس تحط لي رجلك على راسي تقول هذا الاحترام. نوريلك انا فوندام واش يدير. اروح اروح نحيا اروح نحي لي رجلي سي جريس واقيلا ما راكش مكريسي بيا لا عاود لك لا كريس نحي. واحد اثنين واحد اثنين اطلع اهبط دور ويني وريح يا ولدي ريح الشيخ بركه ما تست فينا دراري صغار حنايا هذه اهانه للصحافه هذه انت زعما راك جايبها كبران تاع الصحافه تاع السفينه زعما باش تربح لهم ملاحه باش يشوفوك من الفوق ريح الشيخ وزعما وسموا هذوك الاشهارات تبدوهم الصحيفه وتلحوهم الصحيفه وراها حريه التعبير وراها بلع. اليوم جيت نعلمكم بلي مصطح راهو دار جائزه كبرى لاحسن صحفي نقال. نقال كوبيه ماشي قلت له من عشره فليس منا ولا بدلتوا لا فيرسيون ولا بلع. سي فري شيخ من بن غبريط قالت لنا ما تنقلوش دوك ندير لكم تعبير كتابي ونتيستيكم. هيا يا صالح ادر ادددن اي دغي صالح ادر ادددن انا حنيت تصبح ضربتنا العمي صالح. بلع تاويه خليه تعرف عمي صالح وا واحد في درف كل يوم يسلك عليا من ابو حقرون يقول لهم كرامه. هذا مثال الصحفي النقال جوز ندير لك تعبير كتابي معاهم. واجد هيا جوز. السلام عليكم. هذا التعبير الكتابي امر والهدف منه تلميع صوره السطح تاعنا في الخارج ما تبهدلوناش. هيا اكتب وغش هو نقلوا كيما تحبوا. نقل ارى انت نكتب هارا حاوري لي نقلني نقلني اخدم وحدك انت اخي انا نعرف غير سيدك شدي اطلع اهبط اطلع اهبط اطلع اهبط يحكي معاك. الله يقلع عليا ماما غشيتها ولا هيا وريني واش كتبت. السطح في حالة يرثى لها الحريات رايت الضياق بالعقل كان جا رائد عندها اشهار وما يش تخرج ابدا وراهم الحريات اللي هضرتوا عليهم وراهم الحريات. عمك هذه شوالا زعما كلامي رحت Nous vivons dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont muselées, où les médias sont mis au pas chaque jour. Bella, t'as mené à dire de la que t'as coulé, fant? Eh là, chèque, million de l'année, on s'en a mêlé, belle, je vais vous en dire bien. Bella! Aïe. A ta bire ou le kidabi,
نعيج بسطح جميل فيه نخلة طويلة مليئة بالتمر. نقل ما عدناش ولكننا نحب مر السطح. يحيى مر السطح حبيبنا، يا ربي احميه، اقلعنا واعطيه، عرينا وغطيه، اقتلنا وحيه، واش تسوى الدنيا بلا بيه. ودوكيه دوكيه غميه غميه، ولي يهضر فيه نقوله كلاميه. صدق صدق ارواح ويا كدير تحذير، راك فزت بالجائزة الكبرى، راك فزت بثلاثة لي بورطابل بصحتك. فيهم فيسبوك؟ بيان سور فيهم فيسبوك. كاين الويسي؟ فيهم كلش. هيا امشي تحمل. يا خمار اطلع اهبط اطلع اهبط، بلعوه بلعوه، عجبكم شوية. تحمل اجري اجري. اسمع قال يدخلونا الحبس يا بحينك. لا ما تخافش، شوف اصاحبي في ظهري واش كاين. انا مشيت كالي بلوطال حبست لومبيس نهار بو نورمال. استهر بك، كان معنا وزير الاتصال والاعلام السي حميد اغرين. ريحو حسبتوني هو يا ما عطانيش كاع بورطه تخلي عليا. جات الاخرى المخلوقه هذيك جد دخلتي ما طيحي جات طيحتني انخلعت راحت باش عاف كاع راحت شلقت صح. مين جات درت لها كيفاك زبط بالسبتة بالحزامة في الظهر ولا طيعتني غير نهضر معها نديرها هاي حزامة بابا ودركا خلاص ما والو شوالا غير غير تشوف فيها نقولها ماكي حزامة حزامة طيح الأرض راهي ديجا تسمع الأغنية تاع خلوه يزرقني بالحزامة خلوه صح ماشي مليح تشد كيبيك ثاني كلها روح روح خليني نخدم معليش روح هاي ديجا أنا بنشوف هذاك موهب قسما بالله حزامة حزامة أخبار الخارج مع لا في مينا في مينا وراك هي محليت مس الخير مس الخير وين كنتي وين وين كنتي كنت في الماروك نلقت لكم في الاخبار ايوا فاسمع اسمع وسرا في الاخبار الدوليه معكم في ميناء وبعد التبهديله اللي صرات في الجامعه الجزائريه على جال التنوره القصيره تبهديله اللي دارها السي حجار حجار هذا اللي كان ريكتور تاع الجامعه في الجامعه اللي صارت فيها الحديثه ودركا راه ولا وزير التعليم العالي اكزاكتومون كملي صرا نفس الشيء في المروك حيث تم توقيف مغربيتان ترتديان التنورة جاتهم قصيرة بزاف حتى هما صحة كملتي مازال كما تم الاعتداء في تونس على محل يفتح للزبائن في رمضان تعلى بالك باللي السياح يجيوا لتونس ونورمال كي نلقاو الحوانت محلولين في النهار زادوا اليوم ما حبوش كيك لو رمضان محسوب صح كملتي كملت ياس اسمعي في مينا انت زعما جابت حقوق المراه وانت ابو عبيده ضربك بالسبته وما تخليش يضربك بالسبته لدارك شيا ضربني على السبته على ظهري ايه الله لا توصلوا لتمنيه وينو اجبدوا جيبهولي كينا خدامه هاك تخدمي عليا انا راجل قهوه بحليب كسره بدهان روحي وش بيك تحوال وش بيك حزامه زرقك حزامه ايا لم روحك خير ما نجبد لك انا الحزامه يا صغل هذه تعب العالي تعب العالي من قردك ايا بتسمع الموسيقى تاع زرقني حزامه اسمع نهضر معاك بركه ما تتقوم من قدام الراجل نهضر معاك القش نزلت ما غسلتوش تبعني خوك شنو خوك يدير هذه اسمها الحزامه غسلي لي قشيتك كل شيء او العلب حزامه لا والله عيني ما تخدم الويفي ما كاش حزامه واعذ الخضار بهذا روبورتاج نخرجوا من الغرقانه وياك نربحوا الدراهم تاع البوليتزار ندير لك روبورتاج دف الجمهور الكريم هنا مباشره اون ديريكت من تونس الخضراء جماعه تاع القوات الخاصه التونسيه صدموا ودهموا جماعه تاع الارهابيين حكموهم شبوهم مخبط رانا نستناو هذو الارهابيين اللي جاوا ربي راكم تشوفوا امراه ارهابيه ما تحشموش انتوما الارهاب والله ما تحشموا ايا واش درت يا ربي والله ما عملت شيء كنت نخدم على شري حتى جات الحاكم بكمال وحجم علينا صحيت لقيت سبسيا رمبون يعطيك صحه ومن بعد انا ما كليتش رمضان انا غير سربيد على خاطر كاين كليون هو اللي قاعد ياكل صافي انت لا فرت اغلط لا فراك انت اللي لا فرت صدموا على القهوه باسكو كانوا ياكلوا رمضان انت تسربي برك هذا ما كان والله ما عملت شيء وسيد لي كلاسور سا لترونجي باسكو لي توريست في تونس وكاع معليش الحاج روحي معليش با كارف روحي تفضلي روحي عايش خويا صحة شريفتك صحيت رانا نستناو هاد التوريست اللي كلا رمضان
سير مو سي تال المو ما عندوش كود انتاكن واتس رمضان اغراض حماء اغراض حماء علاش تقول لك اغراض عارف بوركوا تم في صا انت بانو غرفه رمضان تاكل رمضان كله في ضياعكم ما داروليش الطيار مو صاحبي انا سامحني نروح نسحر ونعاود نودي ما تصومش انت على السحر عبي بلا انا شهر رمضان وما نديرو حاجه وما نديرو الواجب نسحر اخو تحب راح 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 صحيح قد كيما راكم تشوفوا ماشي قبايليه المويا درجه متر شويه القبايليه ولا رجعت هذا واه والله غير رجعت انا مسافر واسمينا وين جاي هذا القهوه وين ياكلوا رمضان انا مسافر لوباتير سلاحفة القلب بغيت نقول لك حاجة تريز امبورتونت ايماجيني زعما انا يا رجل وانت طونوبيل طونوبيل انت ماشي 2012 شريتك خرجتك من لا ميزون تاع باباك شريتك 2012 كنت تشعلي هكا كنت فور من 2012 ل 2015 بديتي تاكلي ليسونس الزيت الماكلة لي زامورتيسور راحوا فيها لي فرا راحوا فيها وكاع واش دير انا واش دير ما على باليش ايماجيني توا ايماجيني تروض صباح تجيك الدوخه وقلبك يتزير وتكون هكا مش مليح واش دير ولا على بالي على الدكتور باكو شوف نعاود لك انا باغ اكزومبل كي شريتك انت طوموبيل 2012 كنت تشعلي كنت جديده كنت فور 2015 زعما انا نخرج براك نشوف طوموبيلات شابين جدد كايبريو دوبلير باك عندهم لي فارك زينو وكاع واش ندير انا حبس دحمان هادوك غاليين عليك راني نقول لك باللي ايماجيني توا تكون هكا كي تروح الصباح تبدا تشها تشها التراب المشمخ الحطب الرمل الصوف كل الحطب الرمل انا حتى لي بروبليم بيرسون كي تحكي على كل التراب فهمتوني نتوما انا على بالي باللي ما فهمنيش معكم كبسولة في سبور رسميا مطمون راح يلعب العام الجاي مع النادي العربي الكويتي وراوي معني الجول كيف باللي ما زال قادر يمد للخضر امس خير عليكم اعزائي المشاهدين وصحة فطوركم حد القلمية ودائما اخبارها الثقافية اليوم اعزائي المشاهدين راح نستضيف واحد الضيف عزيز علينا ونحبوه اللي هو شيخ الشيوخ الشيخ رابح درياسة يحيى وولاد بلادي ويحيى وبنات بلادي وشنانا في الحسد أيوة الله يبارك صحة فطورك الشيخ وش راك توحشناك صحة فطورك بين التي والتي كاين غير انتي ليبا ليبا خليني ندخل عليه ولا ما نضرب حتى واحد ريح ثم عبدو ريح ثم بهدلتني هذا ولدك شوف انت على عينا وعلى راسنا بس عبدو ما يدخلش هنا تضامنا مع الصحفيه هذيك اللي ضربها في وهرم لا ما يدخلش ما يدخلش تفضل تفضل الشيخ تفضل اعزائي المشاهدين درك نستقبلوا معنا افضل واحسن المواهب اللي كاينين نبداو الشيخ هيا تفضلوا تفضلوا بسم الله الموهبه الاولى سين ولا عين زرقاء وش ناكل خير اليوم يمشوا بالفرقه على شبت عاديين شحال من لقوت قول اقدر ولا هشات شكون فلان وفلان ترددين شوف يا وليدي انت راك متاثر بالسي هواري عوينات تروح عند السي معطي بشير وتدي له ورقه قول له بعثني ليك الشيخ رابح درياسة زين ولا عين زرقاء وش ناكل خير اليوم يمشوا بالمعالف الله يبارك شبت عاديين شحال من قلت دار والهشان فلان وفلان يرحم والديك يا وليدي راك محافظ على الاصاله والفن الله يطول في عمرك يا حد جبتي درياسة ما قلت ليش مساء الخير شيخ بين التي والتي كاين غير انتي بس هالشيخ اللي قلتها لي ليا اعطيها بغلق بدون اطاله اعزائي المشاهدين استقبلوا الموهبه الثانيه السلام عليكم سلام رباح دوك انا نتيجك انت ماشي مربي ايبا نجي ليه الربي نظبب كفك نجي ليه لا خليك كفك عندك خليه عندي اغنيه تاع خالد اتفضل غني خالد تفضل بسم الله اوه
الله يرحمك سامحوني. روح معليش سامحني. روح. خرا. انا ما قدرتش اعطيها بغاله. روح. اصبر يا اخي. انا كاع عمريت. ثاني هادي زعما سمح لي خويا ربع. هيا اعطيها بغاله قورو حيا. صاي ثاني يا عم بوكو في الملك. خالد ثاني. لا ما غنيش ما غنيش. ربح طلب في روحك. عمي ربح. يا مشموم الياسمين وتلا عايشة اسيب الياسمين وتلا هيشة. يا وليدي يا جوحة خلي الشيخ هو العوينات ترونكيل وروح خدم خدمة واحدة أخرى. سن ولا عين زرقاء وش أنا كل خير اليوم يمشوا بالفرقة. سن ولا عين زرقاء وش أنا كل خير. شباب الجزائري الله الله عليه. معليش الشيخ انت شيخنا وتاج راسنا وانا نحبك بزاف ونعزك اقول عليا كيما تحب بصح الشيخ ما بقيتش تروح لهذوك البرامج كيما الحان وشباب انت شانك كبير وعالي. الله يعزك. ولا انا في مينا صح شيخنا واستاذنا ونموتوا عليك لا بره حافظين غناك الكل غني معايا يقولوا لها الممرضة يا لالي يا لالي من هنا عشاق مريضة يا لالي يا لالي هي الداوي في المرضى وحبيبها مجروح هي الداوي في المرضى وحبيبها مجروح الله الله الغناء. السلام عليكم. السلام. كيفك عمي رابح؟ الحمد لله وليدي. جيت تشارك في الهوى شباب عندي غنية تعبر على الرجولة. تفضل. الغنية. لو كاش تنهضر هاكيا نهضروا الرجلة هاكيا نضربوا احنا ولاد الناس صافا لاباس. وانتوما ولاد الناس تضربوا. شوف هذه زعما كون شو واحد يبغي يكريستيك ولا فوا يخرج لك كوبانغ دير هكا هكا خبش له وجهه. وانت قادر على شقاك. تي ما كومبخي. نبعثك وين يخبشوك هيا روح عبدو. بيبي واشن. شد لا كوموند شد. نبعثوا. هيا انفاغ تلعبوا مريضة اروح خبشني هلي دك دكتو بيبا يعطيك الصحة بارك الله فيك يا ولدي عين الزرقاء وش انا ياكل خير يوم يمشوا بالفرقة علاش ما تعاديين شعل انت شكون كملنا روح روح فلان وفلان يا جوحة يا جوحة سيد ولا عين الزرقاء وش انا ياكل خير هبنا جحجوح الله يرحمك يا اسكندراني الله يرحمك يا بلوطي الله يرحمك يا صالح يا راسيم والاخضر لاكوست وابو بكر مالاقا الله 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 قلت لك يا شيخ قلت لك هذاك ماشي نيفو انت على خاطر شيخ كبير ما تدورش بيهم الله يعزك الله يعزك ما كاش متشارك واحد اخر كاين الشيخ كاين المره هذه راني جبت لك واحد خير من الاولين كامل شوف النيفو هيا السلام عليكم السلام عليكم الحاج انا ما نغنيش انا عندي لي زانسترومون هنايا عندي لا باتري عندي لا موندول عندي كلش الحاج اسمعني الحاج تفضل تفضل اي بصح يا وليدي راك بزقت عليهم غرقتهم في الماء هذوما انا سمحوا لي ما نقدرش لهذا الصوالح خلوني نروح عبدو واش بابا راني جاي وليدي راني جاي سامحني دقيقه شيخ دقيقه باك نختم باك نجي معاك نحتاج عبدو في كلمه ارواحي بدي اروح اعزائي المشاهدين ضرب لكم موعد غدوه ان شاء الله وصحه سحوركم هيا شيخ هيا للشباب الجزائري نحبكم ونموت عليكم هيا بنتي هيا هيا آه شيخ هيا كمل يا ابو بصحه كمل حدا باي باي انا رايحه شوفوا العين سرقه يوب يوب شوب الفرق على شحدي شاوانا هدان شاوانا هدان إلي قم فيكم يا خويا ضربناها بركدان شحدي شاوانا هدان شاوانا هدان ربي بعد شكارة اللي هلكت سياسة البلد صحبي شاوانا هدان شاوانا هدان إلي قم فيكم يا خويا ضربناها بركدان عبدو عندي أمانة هذيك الصحفية اللي ضربتها في وهران واش تحوسي عندي تيفاني يا حي واش بيك أي أي خافي الله يهديك الله بابا بابتني